منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. في منتدى الحياة من إذاعة الحياة للصحة في القيروان على 93.3. منتدى الحياة. منتدى الحياة. موضوعنا لليوم، نعود نذكر الناس اللي تحقوا بينا في الاستماع، شهر رمضان المعظم، المعتقدات الغالطة، الاستهلاك اللي يصير أكثر من لازم في شهر رمضان، الصحة النفسية، ارتفاع المشاكل والمعناها الخلافات، خلينا نقوله حتى بين العائلات، وكيف كيف زادها في الشارع نشوفوا برشا ناس على عصابها، برشا ناس تعيط على بعضها، وبرشا تصرفات غالطة تصير بين التوانسة. معنا بالتليفون مدام ناجية، مرحبا بك على موجات الحياة فاد. مرحبا بك عايشك. مرحبا. دونك احنا اليوم مدام نيجي نحكيو على شهر رمضان، كيفاش اليوم ما يتمش استغلال الشهر هذايا وحتى الصيام ما يتمش استغلاله كيما يلزم. اليوم ولينا نحكيو برشا على كثرة الماكلة، نحكيو ناخذوا ديما شهر رمضان للاستهلاك كهو. شنو رايك انت في الموضوع هذا مدام نيجي؟ والله رايي في الموضوع كل قدير وقدره. من الاحد الاول يجب نقول لك التبذر حرام، يجب كل انسان حسب مقدوريته، معناها كل انسان شنو هو اللي يحب، كل انسان مش معناها القطر ماكش هاوي ياسر وتلقاها كل شيء حاجه تتبذر باش طارها يتلوح، كل مهما حد تشوفها تقول لها هذيك لازم نجيبها، واحد ما يقدرش معناها حد اللي عنده هو يتبعها بشويه بشويه عند اللي معناها برشا نسات كلها كيما العادة، وبرشا نسات توفر شوية وهو فيه معناها حاجات زايدة شوية، أما لكن على حسب التقريب. معناتها أنت مدام نجي تقول إنه نمشيو على قد خطوة. لا خطيوة، أقول لك خطيوة خطيوة. حتى اللي توصل الحاجة اللي حاسك بها بالسياسة، معناها مش يلزم بالقوة، يلزم بالبرشا، واللي يلزم أنت تقدر مقدرتك ما عندكش وتقول لك لا يلزم يجيب هذيك ويجيب هذيك، لا يلزم على حسب ما تقدر. يلزم كل حاجة بالسياسة، كل حاجة بالنظام، كل حاجة معناها تقدر اليوم هذه تجيبها غدوة تقدر الأخرى، كل نهيروا ونهيروا. باهي، هذا من ناحية، من ناحية أخرى مدام ناجية، بالنسبة للناس اللي اليوم يفسروا يعملوا مشاكل في الشارع، وإلا وأنت معناتها تمشي أكيد وتقضي وتشوف على عين المكان، ساعات تلقى ناس على أعصابهم في شهر رمضان، كي تجي تحكي معاه يعيط على اللي بحذاه، وإلا في الطريق تكثر المشاكل والعارك، علاش؟ يقول لك والله حشيشة رمضان، والله ما شربتش قهوة، ولا ما نعرفش أنا ما افطرتش، ولا المفيد ديما نرميو اللوم الكل على نقولوا حشيشة رمضان، هذاك علاش ما تغشش، والا تعيط على جارك، والا تتعارك مع جارك، والا شكون معاك حتى في الخدمه كي تجي تحكي معاه يقول لك والله هذاك هو حشيشة رمضان. والله برشا نسيت هذيك تو تشوف ساعات معناها بكثره حتى في الفطار، وما برشا نسيت عملتها معناها رمضان عملت حكايه معناها، وكل ما حاجه يقول لك راني صايم، راني فراسي خليني صايم، خليني راني صايم، هو رمضان راهو فما نسيت هاي الصيم معناها حتى في الفطار الصيم وتعيا امريكي، بالنسبة لعائلتي بالنسبة معناها في المحيط اللي فيه جيراني وكل الحمد لله يا ربي والله مع الناس. أنا ما عنديش في اللي معناها في أولادي ولا في راجلي عندما تحشيش رمضان عادية العادية والله العظيم عادي عادي، هي تصرفاتي كيف زاد ما عنديش هك معناها غش أو في رمضان ولا من غير رمضان، نحب الناس الكل ماذا بيا نقص مع الحاجات هذه، ما تكاش الاقوى واحد يعمل مشكل يقول لك رمضان يعمل حاجه مش باهي ولا يخرج كلام ماهوش باهي ويقول لك لا او حشيش رمضان، رمضان ما قالش حتى هو صحيح، رمضان قال لك مش تصيم، هو رمضان هو انت هو حق عليك مش تصيم، تصيم بصدق ونيه معناها كلمه طيبه لجارك والا حتى في الشارع والا حتى تجي مرشي والا حاجه باش تاخذ منه حاجه، حتى كي هو تشوفه هكا انت ما تبيك توسع بالك شويه وتحسب روحك ما يبالكش الكلمه هذيك، كل حد ينقص شويه هذاك ينقص شويه، والله رمضان يولي ما عندوش حشيشه. صحيح، يعطيك صحة مدام ناجي، إن شاء الله رمضانك مبروك أنت والعائلة الكل وجيرانك والأنتوراج اللي تعيش فيه، إن شاء الله ربي يبقي عليكم النعمة هذه، لأنه اليوم للأسف أستاذ فيصل ولينا نحكيو على نعمة وقت اللي تقول مدام ناجية أنه ما عندهمش في حومتهم وإلا في وين تسكن هي بين عائلتها هالحشيشة رمضان وهالغش الزايد هذا على اللزوم. هي قالتها وبارك الله فيها أنه هي في خارج رمضان ما عندهاش تنرفيز مع الغش.
اذا في رمضان ما تلقاوش مش باش تبدل حتى علاش هذا علاش قلت انه شخصيه الانسان تبان على حقيقتها في رمضان صحيح اذا اللي تغج... اللي يعملوا هالمشاكل راهو في بقيه العام هم مشاكل جية وعندهم شخصيه مريضه يستغلوا رمضان باش ويمكن خلال العام يداري ويخشى ويخافوا من الناس خاطر يشوفوا أنه ما عندهمش حتى تيعلى باش يعملوا مشكلة ولا في رمضان كأنه يسيبوا الماء على الزرع وقال شنو حشيشة رمضان مش موجودة في الدين ذي حشيشة رمضان منين جابوها حتى علميا وإلا نفسيا ما نجموش ما عندهاش علاقة وما تستقيمش إذا خلينا من اليوم نقولوا أنه اللي يعمل المشاكل راو نفسيته غالطة راو مريض نفسيا وضروري يعالج نفسه إذا قادر ولا يستعين بحد يعالجه أنه النفس السيئة البذيئة اللي تشري المشاكل في رمضان تتعرى وتبان لحقيقتها إذا خلينا نصلح نفسنا في رمضان حتى اللي عنده ربي بلاه بالغش هذا يحاول يصلح نفسه يقول رمضان أنا نفسد صيامي لو نغشش أنا نفسد صيامي لو نقول كلمة بذيئة أنا نفسد صيامي لو نشري مشكلة مع إنسان لأنه الإسلام جاي على السلام هذاك علاش نسلم على بعضنا نقوله السلام عليكم نفشو السلام بيننا إذن أنا لو نشري عركة حتى ولو فما حاجة عكرت لي جوي منشيش عركة نقول لأنه رمضان مش نعملها صدقة حتى لو واحد شرى لي مشكلة أو اعتدى علي نقول اللهم أشهد أني صائم وهذا في الدين صبر على الإساءة يقول أي صبر على الإساءة يقول اللهم أني صائم معنى يقول راني صائم إذا ما ردش عليك مش لأنه رمضان إن باش فما ناس يفتعلوا المشاكل باش يقولوا أنهم صايمين باش يبينوا للبقية أنهم صايمين كأنه عامل مزية ساعات خلينا نقول عامل مزية ويفتخر أنه مريض أنه صايم إذا من حقه أنه يعمل شوها لا أنا أقول ضروري هالسلوكيات إن شاء الله رمضان هذا إن شاء الله يتعدى بشكل آخر وإحنا ذي الهدف متاعنا إن شاء الله يفيقوا الناس ونقولوا رمضان أنا حتى ولو نفسي والنفس أمارة بالسوء نفسي حكيت لي قالت لي يلا اشري مشكلة السوار قل لا هذا مش يفسد لي صيامي وإذا نظرت صيامي لرب العالمين مفروض ما فسدوش حتى ولو الآخر فتعلي مشكلة أنا نشد نفسي ونقول اللهم أني صائم ونحاول نصلح نفسي هي فرصة كأني دخلت رمضان دخلت المصحة باش نعالج جسدي من السموم والأضران اللي تعلقت بالخلايا جسدي نعمل كما السيارة يعمل فيدونج السيارة باش الموتور يخدم بالصواب لازم يعمل فيدونج ينحك الزيت القديم ينحيه ويحط زيت جديد باش الموتور متاع السيارة المحرك السيارة يرجع يخدم بالصواب رب العالمين خلانا شهر نعملوا فيها فيدونج اللي بدنا للسموم اللي علقت بالجسد نحاها ونزيد شهر كامل نعمل فيه علاج نفسي أني نعالج نفسي أني ننظر للشوائب الموجودة في نفسي ونحاول نصلحها أن نزيد من رحمة قلبي أن نزيد من التفاتي إلى نفسي وإلى أهلي وإلى الفقير المحتاج إذن خلها نسميه شهر الرحمة إحنا لأنه تزداد فيه رحمة الناس على بعضها وهذا اللي يزيد ألفة المجتمع يولي المجتمع متآلف واللي ابتلي بمرض جسدي أو نفسي يستعين كما قلت إما هو يصلح نفسه ولا يستعين بمن حوله وذا علاش جات صلاة التراويح صلاة الجماعة ومنصوح فيها لأنه الجماعة تعطي هالحصانة النفسية لومينيتي هي المناعة المناعة الجماعية الجسدية والمناعة النفسية فما مناعة جسدية تقي من الأمراض فما مناعة نفسية تزداد قوتها لأنه مع الجماعة توجد هالمناعة وهذه من بركة رمضان
أنا مش نحكي لك حاجة عشتها. كنت في أوروبا وكنت نشتغل مع المراهقين في بتعاقد مع الحكومة الفرنسية لاندماجهم في المجتمع. فوجئت أنه كثير من المراهقين الأوروبيين المسيحيين اللي ما عندهمش ولا بعض مرات ما عندهمش ديان يجيوني في رمضان يقول لي تعرف مش كعبي أنا صايم اليوم. فيناش صايم؟ مش دخلك في الصيام؟ مش دخلك؟ يقول لي لا ما هو فلان صديقه مسلم وصايم. يدخلوا كثير من الشباب المراهقين يدخلوا في الصيام مش لأنه اللي عقيدة دينية أو دخلوا في الإسلام، لأنه موضوع الجماعة لا كوميونيتي، أنه مدام مع أقرانه أصدقائه يلزم الجروب يلزم يتأقلم، لأنه تعطي هوية. وتعرف احتياجات الإنسان الأساسية هي الأكل والشرب، هو المسائل الفيزيولوجية والأمن النفسي، والاحتياج الثالث اللي وضعه مسلو هو الانتماء. الإنسان يشعر في رمضان أنه ينتمي إلى مجتمع، ينتمي إلى مجموعة، يصلي جماعة ويشق الفطر في جماعة، وحتى شقان الفطر يقولوا لازم العيلة تتلم. علاش اللمة والجماعة تعطي بعد نفسي عند الإنسان، بعد الانتماء، بعد أنه ينتمي لعائلة، ينتمي لمجموعة، ينتمي إلى مجتمع. والانتماء ذي يعطي حصانة من بركات رب العالمين، يعطي حصالة للنفس لأنه يقوي مناعتها، ويصلح الإنسان اللي عنده انحراف سلوكي معين أي كان، كذب، غش، أي كان، يحاول يصلح. يقول رمضان أنا ما غشش في بضاعتي، التاجر ما يغشش في بضاعته، الكواش ما يغشش في الخبزة، ينقص في الميزان ويزيد في السعر، الززار نفس الشيء ما يغشش. كل اللي يتعاملوا مع المجتمع يبطلوا الغش. الكذب فمش كذبة بيضة وكذبة سودة، الكذب في كذب. المصالح جايز، هذه من المعتقدات والشعارات الغالطة واللي ما عندهاش علاقة بالدين. الكذب لا مصالح ولا مغير مصالح، الكذب هو كذب، معناها الكذب كذب، فمش كذب كذبة بيضة وملونة وكذبة، لا لا لا، كذب. الكذب كذب. وجاي رمضان باش ننجر لساني، أنه لساني ما ينطق بالطيب، أنه لساني ما ينطقش بالكذب، أنه الخبائث اللي تخرج من اللسان نصوم. إذا نصوم العين أني ما ننظرش وما نبغضش غيري وما ننظرش لعورات غيري ونعمة غيري ونكتفي ونغض البصر واللسان، نشد لساني على كل هالخبائث هذه اللي يخرجها اللسان واللي يمكن تودي الإنسان إلى النار. كيفناش رمضان نعود نفسي؟ إذا أنا كنت نتحدث برشا نجي في رمضان نقول مش نصوم على حديث، إذا أنا كنت نكذب برشا يجي رمضان نقول مش ندرب نفسي ما عادش نقول كان الحق. صحيح. مثلا إذا كل إذا كان لساني يطلع البذاءات والكلمات السيئة، جاي رمضان كيفناش نصوم على الكلمات السيئة والبذاءات؟ إذا الصيام مش أكل وشرب، نتينا عن الصيام، وهذا 24 ساعة على 24، مش نشق الفطر ولا صح عندي وقت النجم نكذب. هذه نقطة مهمة برشا أستاذ فيصل، معناتها أنت أثرتها. بالنسبة لنا بعد شقان الفطر معناتها كأنه معناها يوفى الصيام، كل شيء مباح، كل شيء مباح. وذي علاش تنتشر الناس تخرج ما تخرجش في كل السنة، تشوفهم في الطرقات الليل كل اللي الكل نسمع بعض مرات للسحور، نقوم للسحور. بالنسبة للعبيد أستاذ فيصل، بربي احنا جبدنا الموضوع هذا، الناس اللي عاديوا نهار كامل راقدين في رمضان هما صايمين بالنسبة لهم في اعتبارهم، هما يرقدوا نهار كامل، هذوما الناس اللي ما يخدموش ويعاديوا الليل يسهروا ويعاديوا النهار، يقوموا قبل أذان المغرب بربع ساعة، وساعات يقومون في وقت لذي وقت لذي ويتسمى صايم. ما عندوش علاقة، أنا مشني من جانب ديني، ما نش نحكي من الجانب الديني، من الجانب النفس. أنا يقينا نقول أنه ما عندوش علاقة بما نظر الله رب العالمين من الصيام. كما قلنا الصيام هو للعلاج الجسدي باش يخرج السموم، والسموم هذه ما تخرج أني نصوم وقول أني ما كليتش مش ناكل شوية أني صايم، لا، لازم الحركة. هي فكرة في الصيام، كل ما نغوص في البحث الصيام
كل ما أعشق رب العالمين وأعشق الإسلام، لأنه سبحان الله صحة كاملة وصحة اليوم العلوم ثبت فيها. المصحات هذه اللي تقع في أوروبا بالصيام يشترطوا مع أنه ما يأكلوا شيء لمدة 15 يوم ولا 3 جمعات ويشربوا كل ماء، لكن يشترطوا مع هذا يوميا ساعتين رياضة، لأنه العضلات إذا ما تتحركش، إذا الخلايا ما تتحركش ما تستحقش استهلاك أكل المخزون قلنا من الدهون ومن السموم الموجودة. ضروري الحركة، هذا علاش نقوله في رمضان الحركة بركة. رمضان هو زيادة العمل، رمضان مش صيام عن العمل، نعمل نخدم أقل ما يمكن. قال شنو داش؟ لا، الصيام إذا ما تخدمش وما تتحركش وبدنك ما يتحركش، ما نالك من الصيام كان الجوع والعطش. إذا نحبوا نصوموا رمضان كما قالوا رب العالمين، اللي عندهم غيرة على الإسلام ضروري يرجعوا للبدائيات، يرجعوا لمفهوم الصيام في الإسلام، هو عمل من الصباح لليل. علاش؟ بالعمل البدن يتحرك والعمل العبادة كما قلت يستخرج، أنا نتحدث من جانب صحي، يستخرج أكل ريزيرف أكل مخزون من الدهون اللي تضر وتكون سموم للبدن، يستخرجها يستنفدها مع الصيام أنه ما يأكلش برشا. إذا يخرج رمضان يكون بدنه تخلص من كمية الدهون والسموم الموجود في جسده، لما يرجع يأكل يرجع مخزون جديد، يرجع لجسد وخلايا تخدم بشكل جديد. أحد أمراض العصر والتونس بدأت تبتلى بها هي السمنة، اللي بدأت تغزو في مجتمعنا بشكل رهيب، هي موجودة في أوروبا بأرقام مفزعة. السمنة ما تنجم تعالجها كان بالصيام صحيح. وبالصيام الصحيح قلت تستهلك فيها الدهون. إذا خلينا نستبشر بشهر الصيام هذا ونصومه على قاعدته، أول شيء صحة جسدية، صحة نفسية، صحة اجتماعية، وفوق من هذا الكل شوف رب العالمين مكرمه تاخذ ثواب الصيام، ذنوبك تمحى. وتاخذ ثواب الصيام. ما أحسن من رب وما ما أحلى من رب. به يعطيك صحة أستاذ فيصل، احنا بشارك معك أكثر بالنقاش ومزلنا في استقبال تليفوناتكم على 70-035-120. تلقوا أنس الهماني في استقبال تليفوناتكم، كلمونا تفعلوا معنا إذا كان عندكم أي استفسار يخص موضوعنا لليوم، وإحنا نعمل معكم ترتيحة صغيرة بالموسيقى ونرجع لكم ما تبدلوا. ماذي ساعتين و17 دقيقة رجعناكم من جديد، وانتم تسمعوا في برنامج منتدى الحياة. انتم تسمعوا في برنامج منتدى الحياة كما تعودتوا بينا من ماضي ساعتين حتى للأربعة، مرافقوكم ديما بالمواضيع الاجتماعية المختلفة. اليوم نعود نذكر الناس اللي التحقوا بينا توا في الاستماع، موضوعنا اليوم هو شهر رمضان بين المعتقدات الغالطة الصحة النفسية للتونسي وإغفال الجانب المهم والهدف الرئيسي من الشهر هذايا. هذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم بحضور المختص والمعالج النفسي أستاذ فيصل الكعبي. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ. أهلا وسهلا. يعيشك. شنو ما أهم وإلا أبرز المعتقدات الغالطة اللي اليوم التوانسة قاعدين عايشين بهم لسنوات ومعناتها وكل عام نعود ونحكيوا فيهم المعتقدات الغالطة هذوما؟ مثلا أنا باش نسمي لك نقطة من بين النقاط المهمة هي نقطة الاستهلاك. ديما نشوفوا أنه شهر رمضان هو شهر الاستهلاك، المواد الغذائية يكثر الحديث على فقدان المادة الفلانية وارتفاع الأسعار، حتى كان يتم ارتفاع الأسعار وإلا فقدان بعض المواد الأساسية تكثر عليهم اللهفة من قبل التونسي، وديما في المعتقد معناتها التونسي أنه شهر رمضان هو شهر الاستهلاك. هو اليوم حديثنا باش يكون واضحين، مش تحدث عن الجانب العباداتي الديني، تحدث عن الجانب الصحي عند الإنسان. وغاية العبادات هو رب العالمين أعطانا كما قلت بكري نعمة كبيرة هي نعمة الصيام لصحتنا لمنفعتنا لمنفعة الإنسان. وهذا الصيام هذا مسألة الصيام نذرت في كل الأديان منذ آدم، الصيام موجود مع الإنسان، مع حياة الإنسان. سبحان الله وضع الصيام في كل الطبيعة. احنا نفكروا كان بني آدم يصوموا، تعرف الليزورس
الدب القطبي يعمل إبرناسيون، يعتكف ويبط، معنى يبقى لمدة 4 أشهر ما يتحركش. وكثير ناس تفكر أنه ما يتحركش وما يأكلش، هو في صايم 4 أشهر ما يأكلش، يفكروا أنه الكتلة العضلات مش تنقص، وهي ما تنقص في شيء، عضلاته ما تنقص في شيء، معنى جسده ما يتغيرش، بالعكس لما يخرج بعد الليبرناسون يخرج أكثر صحة. ليمونشو يسميهم ليمونشو، هذهم في القطب الشمالي كذلك وقت الثلوج 4 أشهر ما يأكلوش، ويجتمعوا مع بعضهم باش يعطيوا الحرارة لبعضهم، ويأكلوا من المخزون اللي داخل من البروتين موجود في داخل أجسادهم. الطيور اللي تهاجر من القطب الشمالي إلى أفريقيا وتعمل آلاف الكيلومترات وتقطع المحيطات تبقى في الفضاء وهي طائرة من في هجرتها، لا تأكل لا تشرب. هذه نقول بعض النماذج للحيوانات في الطبيعة اللي في المنظومة متاع الحياة متاعها الصيام موجود في حركتها. إذن الصيام هو مجعول في غايته الصحية، أنه الإنسان عندما يدخل في دورة صيام يستهلك المخزون القديم من البروتين الجليكوز من الأشياء الضرورية للحياة يستهلكها، وعند في الصيام نولي الجسد يغذي نفسه من الداخل، بحيث لما يرجع بعد الصيام للأكل يرجع أكثر صحة. إحنا عنا هاجس، هذا معتقد خاطئ، أنه مفكرين أنه الإنسان لما ينقص الندرة، لما تنقص الماكلة بتاعه ويتأثر جسده ويضعف، وهو عكس هذا. ما يضر البدن هو الشبع، البشمة، الواحد كي يبشي بالماكلة ويأكل ليكسي، كي يأكل أكثر من طاقته وقتها يضر صحته، مش كي لما يقلل من الأكل. عنا معتقد أنه دائما لازمنا نعوض، كي نصوم يلازمني بعد ما شقل الفطر يلزم أن نسيب المعدة ونعوض اللي صمته في النهار كامل، ولازمك إذا تصحر زادة تأكل برشا، ويلزم تأكل برشا وهي مضرة للصحة. هذا معتقد اليوم، كيف مضرة علميا، كيف مضرة للصحة. اليوم في أوروبا الغرب اللي لا يؤمن بالله، مش من جانب عباداتي، اليوم أصبح هالأيام هذه السنين أصبحت الدراسات حول الصيام منتشرة، وأصبحت العيادات الموجودة بأسعار غالية كثيرة في سويسرا، في ألمانيا، في أمريكا، في كندا، منتشرة بشكل. واللي تدخل باش تدخل العيادات هذه، بعض الناس تبقى لمدة 6 أشهر على قائمة الانتظار باش تدخل العيادات هذه. كيف اكتشفوا قيمة الصيام؟ كما الاكتشافات العلمية كلها بعض المرات ضربة حظ تعطي اكتشاف علمي. في موسكو في الاتحاد السوفيتي سابقا من 40 سنة فما مصحة عقلية فيها مرضى، فما مريض من المرضى منعكف على ذاته وما عنده ولا اتصال بالعالم الخارجي ورافض الأكل. عادة في المصحات السوفيتية يجبروهم على الأكل، يأكلهم بالسيف. فما طبيب بسيكاتر، طبيب نفسي باحث، قال يلا هل المريض هذا خليه نشوفه شنو الغريزة متاعه، كنش مش تتفاعل لمدة 5 أيام ما كلاش. بعد 5-6 أيام شافوا أنه البشرة متاعه بدأت تنتعش، هو في غيبوبة يكاد يكون معك. بعد 12 يوم بدأ يتحرك، يحل عينيه ويتفاعل مع محيطه. بعد 15 يوم لا أكل، يشرب بركة الماء ما يأكلش. بعد 15 يوم قام، فما كاس عصير برتقال شربه وخرج للحديقة متاع العيادة ميدسان اليوم، خرج حوس. بعد 18 يوم أصبح يتفاعل مع محيطه مع أقرانه. على كل بعد حوالي 30 يوم خرج من المصحة
وليس له أمراض، المرضى اللي داخل منه ما عادش موجود. احتار الطبيب هذا اللي وأخذ البروتوكول هذا العلاج وقال نجربه على آخرين، وجربوا على بعض بطبيعة الحال بمراقبة صحية أكيد للمعدة وللدم جرب هالمسألة الامتاع على الأكل لمدة 15 يوم 20 يوم، شاف أنه فما تغيرات في الأمراض النفسية العقلية اللي كانت مستعصية وتتطلب أدوية متواصلة بالصيام، يتغير إفرازات الجسد وكذا تتغير. بعث هالبحوث هذه، البحوث هذه اليوم معتمدة وأقروها فاليدي باللجان العلمية الموجودة في أوروبا. وانتشرت الأبحاث حول هل دور الصيام في تحفيز الجسد أنه يعالج نفسه من الداخل بإفرازاته. علاش قل لي علاش ما وصلش البحث هذا ما انتشرش؟ لسبب بسيط، هو أنه لوبيات، فما ثلاثة لوبيات في العالم الغربي، لوبي السلاح والبترول ولوبي الأدوية. مختبرات الأدوية رافضة أنه هل البحوث هذه تنتشر، لأنه مش يقص عليهم مورد رزق صحيح، هما يستثمروا في المرض. إذن لو نقولوا أن الصيام قادر يوصل أو يستغني على الأدوية ونهائيا، فما أمراض مزمنة فجأة تتعالج كما ضغط، كما السكري، كما ضغط الدم تتعالج نهائيا، ما عادش يستحق لأدوية. إذن مختبرات الأدوية رافضة رفضا كاملا أن نتحدث عن الموضوع هذا. نقول النعمة اللي أعطاها لنا رب العالمين في الصيام، طبيعة الحال الصيام اللي يتقام في المساحات هذه الأوروبية مش رمضان أكيد. اللي حز في نفسي أني نشوف أستاذة كبيرة في سويسرا تعمل في محاضرة وتتحدث على مسألة التجارب المساحات، ولما تذكر الصيام في اليهودية والصيام عندهم يوم كوبيور يصوموا فيه، والمسيحيين عندهم الكرم يصوموا 40 يوم، ولكن مش صيامنا احنا، يأكلوا في النهار بأشياء أخرى، يمتنعوا على أكل بعض الأشياء، تتحدث على رمضان. واللي حز في نفسي تقول للأسف المسلمين عندهم رمضان لكن يستعملوه استعمال سيء، لأنهم يصوموا في النهار وفي الليل اللي كتبوه من صحة في النهار يفسدوه في الليل، لأنه موجز الأخبار مع زميلة سهام حمدي ونرجو معاك للنقاش. منعود نذكركم 70-035-120 على ذمتكم، كلمونا تلقاو أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم إذا كنت تحبوا تشاركونا رأيكم، إذا عندكم أي استفسار يهم موضوعنا لليوم مرحبا بكم. منتدى الحياة، منتدى الحياة، رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة، مرحبا بكم الناس الكل. موضوعنا لليوم هو شهر رمضان المعظم اللي بزال تفصلنا عليه أيامات قليلة، بين المعتقدات الغالطة اللي توينسا يتعايشوا بهم طيله سنوات وسنوات وما تبدلتش، النظرة الاستهلاكية للشهر هذايا، الصحة النفسية للتونسي كيفاش التصرفات تتبدل، التنسيون تكون كبيرة برشا بين التوينسا في بعضهم، وعنا دي زيكزامبل يظهر لي كل واحد فينا يسمع فينا، فما صورة هكا تجي قدامه. نحكي وزيدة على إغفال الجانب المهم العقيدة، نعمة الصيام اللي البعض منا يعرف الصيام كان تاكل في الليل بالقدا وتتسحر بالقدا وتعدي السوايع متاع النهار صايمك هاو، ما يعرفوش يستغلوا إلا النعمة هذية كما كان يحكي لنا الأستاذ فيصل. قبل ما نرجع مع الأستاذ فيصل المختص والمعالج النفسي للنقاش، نسمعوا رأيكم أنتم في الموضوع هذية في الميكرو تروتوار ونرجعوا للاستوديو للنقاش. كل حد وحشيشته، واحد متحس، واحد يقيم حاسس على الدخان، واحد على التاي، واحد على الماكلة، واحد على الماء، ما له شنو الظروف اش عاجبك الظروف هذه الدنيا مريضه، واحد يشهق ما يلحق مخهم يعمل في رمضان، يحترم العباد ويحترم برا، صايم على حساب العباد مو صايم على الرب، يعمل حاجه الرب هذيك الارتفاع صار هذيك ما تحكيش عليها بنت تقول انت ماشي تمشي تقضي قلت لك الاسمي لزيت السكر دار اولادك مثلا كان ربي بالمكتوب هو كي دار اولادك مش تعملهم صغار مش تعمل تو عبد كبير يتحمل وصغير مش تحمل ما لقاش حليب ولا سكر باش تعمل صباع سبع قهوه ولا ماكله سميد ولا باش مش تعمل الواحد ساعه ساعه بلي تخوي تطلع طونسيون من غير يشعر بطبيعتهم معصبين وعلى اعتبرني انه مجتمع شرق ديما تلقيه متنربز متغشش في رمضان متباعه دي جوع ومونك نيكوتين وبرشا حوايج ونجيب لي واكل حاجه ما عنديش
وفهمت والقلق هذا الكل وفهمت خليها على حسب. فماش حل، الحل يلزم الدولة ترتقي إلى مصاف الدول اللي توفر كل شيء للمواطنين. طالما انت هكا تشوفي في الأوضاع وتشوفي في العائلات كيفاش عايش، أمور يلزم الدولة توفر للمواطن كل شيء باش يعيش مرتاح. ليه الخطر الدخان يتكيف الدخان؟ نحن نسين نتحمل المسؤولية، ثم اللي ما يتحملش تكثر عليه الدار وصغار وعشية وكل يدخل بعضه. الرجال هانوا يتسببك السيجار وديك زعمة الدخان يتكيف حشيشة في رمضان، خطر مش يتكيف من سنة يحل عينيه من نومي يعمل سيجار. هذا هو خطر الصايم اللي مفاش يحطه في المرأة. يبدأ الواحد محش على تي، يبدأ متنرفز على حاجة، يبدأ كل شيء مخلونيش نركبه، يتعب القضية يسرى يزمو يتغش وظلك ما عندوش ظلك فيلس، يحب يصرف ويوكل كونه نوكل وظلك اللحم بنين، ظلك نوكل وكل شيء ظلك جين فرش تاو كل شيء يتبدل. هذه كانت بعض الاراء في ميكرو حياة فام. نرجع لك استاذ فيصل، من بين الشهادات الحقيقه الاكثر تركيز في الكلام تاع المواطنين هو على الغش والتنرفيز في شهر رمضان. نعرفوا لي التونسي في شهر رمضان تكثر كما قلت انا ملول، تكثر التونسيون، ومن بعد حتى كي تجي تسال العباد باش يفسروا هالمشاكل هذه ولا هالغش الزايد على حده اللي معناتها يعمل برشا مشاكل كما كنت نقول، يقول لك الحشيشه نتاع رمضان. هذه من العقائد مش الغالطة والكاذبة، هذه الشماعة اللي نحطوها الشماعة وقاعدين متمسكين بها باش يبرروا سوء الأخلاق. مستحيل طبيا ونفسيا أنه نقص في الماء ولا ماكلة ولا نقص في الدخان ولا يوتر الأعصاب، مستحيل. ينجم يفشل الانسان إيه، لكن باش يوتر هي ما باش يخليه يعمل مشكله مع غيره، اي يوتر الاعصاب، وفما اللي يتسبب يتذرع كما قلت الشماعه والعكاز هذا يتعكس عليه. هو اخلاقه سيئه ينتهز فرصه رمضان باش يبرر، كانه مبرر له في رمضان انه يشرع عركه مع الاخ، صحيح، مبرر له في رمضان انه يتنرفز انه يضرب مرته، مبرر له في رمضان انه يعيط وأنه أخلاقه سيئة. هي الأخلاق السيئة تبان تتعرى وقت اللي يضعف الإنسان، فعل نقص الأكل والشرب فما الجسدية يخف ويضعف جسديا، إذن ما عادش يسيطر على مشاعره وعلى الإنسان السيء يبان في رمضان سيء. ولو يبرر كما قلت كما الاخر قال نقص في كذا كذا، لازم اذا يعني كانه لزوميه انه يولي اخلاقه سيئه. وانه هذه كذبه ولازم نكسره، مش انا كصنم مفروض نكسره هالمعتقد هذا الخاطئ، وانه الصيام رمضان اذا مش نصومه الرب العالمين واذا ما نصومه كعباده هو ملازم للأخلاق الحسنة، ملازم مش صيام بركة مش نصوم على الأكل والشرب، وكما يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام بعض الصائمين لا ينالهم من صيامهم إلا الجوع والعطش، ما عندهم ولا ثواب في هذا. الصيام هي الصيام على الأكل والشرب، على الأشياء المادية اللي تدخل الجسد، ولكن صيام نفسي أنه نغض البصر، أنه اللسان نحد من سلطة اللسان ومن الحديث ومن الكلام الصفصطة هذه اللي ما عندوش فايدة، نحد من أخلاقي السيئة، النميمة، نحد من الكذب والسرقة. إذن هي سلوكيات. إذا الصيام إذا رمضان ما يساعدناش باش نغير ونعالج سلوكياتنا السيئة اللي امتدت خلال العام، بلاش به رمضان. اذا رمضان كما قلنا بكري، فما رمضان انسان ينزع الماكله، وناس تبدا من الان 15 يوم شهر قبل سوا ديزون يقضيوا في قضيه رمضان، وهذه عاده سيئه. اش معناها قضيه رمضان؟ رمضان للصيام مش للاكل، صحيح. الاذاعات والتلفزه اللي يعملوا برامج لل
للطبخ وللتصنيف، هادم ناس يساهموا، الإذاعات والتلفزة اللي يساهموا في مرض المجتمع، لأنه رمضان مش للأكل، رمضان للصيام. الناس اللي يقول لك آه هو رمضان جاي مش نشيخوا بالماكلة، هادم ناس عملوا عكس ما رمضان اللي قال عليه رب العالمين. هادم ناس يمرضوا، وكما قلنا المرض مش في نقص الأكل، المرض في زيادة الأكل وفي المبالغة في الأكل. إذا اللي بالغ في الأكل يمرض نفسه. رمضان عوما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول صوموا تصحوا، أصبحنا اليوم نقولوا صوموا تمرضوا، معناه الولي الصيام ورمضان جاء باش يمرضني، باش يمرضني جسديا، لأنه فما مبالغة في الأكل وأكل بغير حدود وأكل غير صحي زيد، ومرض نفسي لأنه نتعلل برمضان باش سوء أخلاقي نمارسها مع الناس حولي. وقال شنو رمضان ومحشش، نعيط على ذاك والصف نعيط فيه، وفي اللي نمشي للمخبز نعيط، وفي الدار نعيط. هذا شيء لم يأتي به الدين وما وصلش علي رب العالمين. اليوم أنا تجرأ نقولها أنه رمضان اللي نعمله فيه ما عندوش علاقة بالإسلام، ما عنده حتى علاقة بأي شيء، عنده علاقة بالمرض الاجتماعي النفسي، لا علاقة له بالدين. الدين صيام، صيام الجسد عن المفطرات لكل الأكل والشرب، ولكن صيام النفس عن كل السلوكيات السيئة البذيئة. إذا نتعلم رمضان باش نعملوا العكس، هذو الناس يلوجوا في رمضان يتعلوا ياخذوا رمضان تعلة باش يفسدوا في الأرض فسادا. هذا غير واقعي وغير مقيم. كما قلت اليوم الغرب قاعد ياخذ في منظومة الصيام ويحط فيها منظومة علاجية في المصحات، والصيام متاعهم مش تتعجب أن لمدة 15 يوم ثلاثة جماعة حيوصلوا حتى ثلاثة جماعات، لا يأكلون شيء، يشربوا الماء بس. ثلاثة جماعة ولا 15 يوم يدفع في الكلينيك أموال طائلة باش يدخل يصوم 15 يوم. تقول لي علاش ما ينجم يعمل صيام؟ لا، لأنه صيام مراقبة، مراقبة طبية، لأنه بعد ثلاثة أيام الجسد يتفرعس وتصبح هناك سلوكيات نوع ما أوجاع، لأنه البدن مش يبدأ يمس الريزيرف متاعه، المخزون متاعه من البروتين ومن الجلوكوز، ومن يبدأ يمس في، إذن البدن كأنه يثور وتصبح أوجاع متعددة. وحتى لو نقص الفيتامين سي ولا دي ولا، حتى الفيتامينات تنقص مش مضرة للجسد. بعد مرور ثلاثة أيام، من خلال خمسة أيام يصبح الجسد يستعمل ويحول، لأنه يحول الكبدة تحول البروتينات إلى جلوكوز للمخ، يبدأ يحول ويستعمل في الريزيرف بتاعه، تبدأ علامات الصحة والراحة النفسية والراحة الجسدية تظهر على مستعملي هالنوعية من الصيام. احنا مش قاعدين ننصحوا بالصيام وعدم الأكل، أنا نقول هذا الصيام، هذا نوع الصيام يلزم يقع تحت مراقبة طبية، وإنما أنقول أنه مبدأ الصيام اللي بدأ يأخذ فيه الغرب ويعمل فيه بأصول علمية ضروري نرجعوا له، لأن ذاك أصول ديننا، ضروري نصوم. أنا كنت نقرأ حكايات على علي بن أبي طالب، يقول جاء وقت الإفطار وما عنده كان ثلاثة تمرات، يا أخي دق سائل سيدة فاطمة صدقت التمرات وبقاوا صايمين ينتظروا. أقول عجيبة كيف ناشي اليوم لما نقرأ الدراسات العلمية والصيام اللي يقع في أوروبا، نقول ممكن هذا كان يقع، أن الناس كانت تكتفي بقليل من التمر لتشق فترها إلى وتداوم الصيام من غدوة، لأنه عندهم الصيام
الرسول ورفاقه والمسلمين الأوائل حتى جدودنا القراب، كان الصيام هو التنقيس من الـ من الـ من الأكل، الاكتفاء والقناعة بشوية شربة بالموجود والقليل الموجود، وأنهم ما يكثروش، وفاهمين أن رمضان هو عكس الأيام الأخرى، إذن مش الشبعة مش التخمة مش إحنا مع توفر المواد وتوفر الخير أصبحت الناس تلوج على التخمة. صحيح. نعملوا عكس ما كان والدينا يعملوا، حتى مش قولش الصحابة اللوال عكس والدينا، لوجوا على التخمة لوجوا، فما ناس تاخذ قروض خاصة رمضان للاستهلاك في رمضان. صحيح. رمضان يلزم نعدد الأكلات على الطاولة، يلزم البوزة والمش عارف شنو، وين التفكير في الفقير؟ صحيح. فما 4 مليون على 12 مليون، 4 مليون تحت خط الفقر. صحيح، تحت عتبة الفقر اليوم. إذن كيفناش هذوما ياكلوا ويشربوا؟ كيفناش أنت عندك تخمة على الطاولة وجارك ما عنده هل فما لحظة نفكر فيها في والصدقة مش أنك تخرج دينار تقول أني صدقت. المسألة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يلزم، والصدقة ما تصدق إلا ما أحسن ما عندك على الطاولة تصدق منه، مش تصدق مش البيت متاع البارح تصدقه، وأقل حاجة في أكلك تصدقه، مش هذه الصدقة. الصدقة أنك تتقاسم مع الآخر. إذا نتواضع في أكلنا وفي شربنا، ورمضان جاي نقول أبسط الأكل يمكن شربة ونشق عليها الفطر، مش مسألة تقشف وإنما مسألة صحية ليك، أنه بدنك يلزم أكل مخزون من الدهون والسمنة، هذيك فرصتها باش تخرج. وحتى مسألة تقشف زيادة أستاذ فيصل، زيادة ما نصرفوش أكثر من طاقتنا، لأنه أكيد. تعرف اليوم اللي برشا متوينسة يعيشوا بأكثر من معناتها ياخذوا قروض باش يستهلكوا، يصرفوا ويتسلفوا أكثر من دخلنا من الشهري. مضرة جسدية ومضرة مالية نفسية ومضرة نفسية، لأنه يتأزم لما نتوتر علاقتي بأولادي وبمرتي وبجيراني وفي المرشي نخرج نتنرفز، هذا سموم ركبتها البدني وطاقة سلبية ونفسيا مرضت. إذن إما أنه فرحانين برمضان لأنه فرصة عطاها لنا رب العالمين ونعمة نحمد عليها رب العالمين ليلا نهارا، أنه عطانا فرصة باش نجدد الطاقة متاعنا، الطاقة الجسدية والطاقة النفسية والمحبة داخل المجتمع، ونخرج من التشكي ونخرج ونحمد ربي على النعم، وإلا إحنا داخلين الفترة توترات. الدولة تساهم في توتر هالمجتمع ذا، وزير التجارة باش يطمن التوانسة يقول لهم أنه خزننا رمضان قبل 14 و16 خزننا مليون ولا مش عارف قديش بيضة، وخزننا قديش ليترا من التصريح قال. هل هذا باش يطمن المجتمع؟ لأنه يا أستاذ فيصل راهو مجتمع استهلاكي، معناها ناس تستهلك. أي ما إذا مجتمع يمرض في روحه أنا نجي نطمنه ونقول له أنت تمرض في روحك بحاجة، طمنه مش نلقى لك السلعة مش تمرض. ما هو بحاجة. هو معناها وزير التجارة ما خرج وعمل ديكلاراسيون ذيك، كان من الناس ديجا سألت قبل. أكيد أنا مش قاعد ننقد في وزير التجارة، ما نقول احنا اون جينيرال على الاستهلاك. منظومة كاملة استهلاكية، منظومة استهلاكية، وما فماش واحد يرجع إلى الصواب. صحيح. دوري في أنا على الأقل في هالبرنامج أكيد. أقول قولة كلمة حق حتى ولو تغشوا الناس كل. صحيح. كلمة حق، مش لي باش نبرز أنا بطل، لا، للصحة النفسية. لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أنا نحب روحي الصحة الجسدية والصحة النفسية، ونحب الخوية والأختي المسلمة الصحة الجسدية والصحة النفسية فيها والصحة المجتمعية الاجتماعية والصحة المالية اقتصادية. إذن ضروري أنه نزلزل أفكارنا ومعتقداتنا ونغير. رمضان جاء فرصة لنا باش ننظف كل ما هو زايد من معتقدات سلبية، الغالطة خاصة من سموم ركبتنا، لأنه هالمعتقدات السلبية هي سموم.
تعرف الخلية، لأنه ما نحبش أن نغلط وناخذها بحذر ومسألة طبية. حتى السرطان تعرفوا خلية سرطانية تتغذى من الجلوكوز باش تكبر باش تتضعف، عندما يصوم الصيام يخلي الخلية تفتقر للجلوكوز هذا، إذن تضعف هي تكبر ولكن تكبر وهي ضعيفة. حال ما يجيبوا الشيميوثيرابي تأثر فيها تأثير إيجابي مضاعف، لأن السلول الخلية ضعفت. إذن لما تجيب العلاج الشيميوثيرابي العلاج يعمل مفعوله إيجابي بشكل سريع. إذن أنا نقول الصيام عنده فوائد على الصحة وينجم يعالج كثير أمراض جسدية كما غلط الدم كما السكري كما بطبيعة الحال بمراقبة طبية، ويعالج كثير من الأمراض العقلية والنفسية. إذا اتبع ما وصى به رب العالمين من صيام حق ومن رمضان حق، مش رمضان اللي نعمله فيه الآن، أنا أشياء أرقام يقول لك القيروان اللي ممنوع فيها بيع الخمر، نقاط بيع الخمر، يباع الخمر في رمضان أكثر مما يباع في آخر في كامل السنة. نقول فما شيء غلط في حياتنا الاجتماعية، فما أشياء غلطة في ممارساتنا اليومية في سلوكياتنا، وضروري أن نصحصح وضروري أن نغير سلوكياتنا. احنا مازلنا مش نواصلوا معاك النقاش، نعملوا ترتيحة صغيرة بالموسيقى ونرجعوا لكم. ما تنسوش كلمونا على 70 35 120، بعد شوية نبدأ في استقبال تليفوناتكم، ما تبدلوش الموجة، خليكم برانشي على 93. منتدى الحياة، منتدى الحياة الأربعاء غير ربع بالضبط، بدينا نوصلوا معاكم الختام مع حصتنا لليوم في منتدى الحياة. بدينا معاكم من ماضي ساعتين ومن المشوار مازال متواصل معاكم في الدقائق الأخيرة من حصتنا. موضوعنا لليوم كان شهر رمضان، المعتقدات الغالطة اللي توانسة يستنسوا بهم وما عادش يحسوها غالطة، ولا سلوك يعيشوا به خلال الشهر المعظم اللي مازالت تفصلنا عليه أيام قليلة. إن شاء الله مبروك عليكم للناس الكل، إن شاء الله تصوموه بصحة الأبدان، وإن شاء الله تكونوا هكا تستغلوا هالثلاثين يوم هذوما بكما يلزم أستاذ هكا ولي. إن شاء الله أمنيتنا في نهاية البرنامج هذا أنه نخرج من المعتقد الخاطئ اللي خلانا اليوم نمارس في رمضان ما عنده علاقة بالإسلام وما عنده علاقة بجذور هالفكرة دي. وكما قلت في أول برنامج، هو نعمة وأكبر النعم رب العالمين أعطاها للإنسان وكتبها له في كل الأديان، كل الأديان مكتوب فيها الصيام لسلامة الإنسان، باش الإنسان يعيش في صحة جسدية وصحة نفسية وصحة علاقاتية اجتماعية. إذن خلينا نرجع للأساسيات ونبسط الأمور. رمضان مش مجعول لزيادة استهلاك، مجعول للتنقيص من الاستهلاك باش نسمح للبدن أنه يخرج أكل السموم اللي تراكمت خلال السنة من استهلاكاتنا العشوائية. وبخصوص كفان عصر أكثر أكلنا أصبح صناعي، ولأن ناكله في الشارع برشا، ولين ناكلوا الدهون الدهونات والدهون برشا، إذن تتراكم في الجسد عبر الاستهلاك اليومي كثير من السموم. فرصة رمضان باش نتخلص من السموم، نتخلص منها بنقص الأكل، لأنه كن نقص من الأكل يضطر الجسد أنه يستعملك المخزون اللي موجود في جسدنا ويستغله ويحوله الى غذاء، وذاك اللي يخلي البدن انه يعمل فيدونج كما في السياره. صحيح، يعمل نوع ما من البيرج، يتخلص من الزياده في الوزن، وهي احد امراض العصر، هي كما قلنا هو السمنه. ولهذا تخلصنا من كل الامراض اللي نعرفها، السكري وضغط الدم و حتى الأمراض المستعصية. إذن خلينا ننتهز فرصة شهر رمضان باش نصومه كما يجب ويرضى علينا رب العالمين وننال ثوابه، ثم نخرج منه صحيا أزيد صحيا. اليوم
الأرقام اللي معطات لمرضى السكر وضغط الدم في المجتمع التونسي أرقام مذهلة. لطف عليك أستاذة. إذا خلينا نوصل إلى صيام صحي، ثم على المستوى النفسي هي فرصة باش نجدد طاقتي النفسية العلاقتية مع نفسي قبل كل شيء، مع الآخر اللي في المجتمع، مع أهلي، مع عائلتي، ومع رب العالمين. يقول لك إلا من أطى الله بقلب سليم، هذه فرصة باش ننظف قلوبنا، باش ننظف نفوسنا من البغضاء والحقد والغش والنميمة والإثار وكل البلاوي اللي يمكن تصرف الإنسان في حياته الاجتماعية. فرصة ذهبية، فرصة نحمد الله عليها ليلا نهارا أنه أعطانا فرصة في الحياة نجدد فيها طاقة حياتنا، نجدد فيها نفسيتنا، نجدد فيها جسدنا، ونخرج بثواب فوق من هذا كله بثواب. فكرة التعويض، أنه إنسان يقول لك نشق الفطر نعوض الصيام، هي فكرة غلط. ما عناش ما نعوضه، عنا ما نفرحه أن تخلصنا من السموم. التعويض لما يخرج رمضان يقع تلقائي وحده. التعويض ما يقعش باستهلاك السكريات الزايد. احنا خذينا عادة، وهذه معتقدة الخاطئة، أنه في رمضان في العيد في العيد أستاذ أنت تحكي على العادة متاع ناخذوا برشا حلو باش نعوضوا الحلو باش نعوضوا، بينما لو تجي تشوف استهلاك الإنسان في داخل رمضان السكريات اللي يأكلها ما يزرزي معنى الإنسانية. إذن فاش نعوض في العيد، فاش نزيد في السكريات زيادة، هذه كلها سلوكيات ومعتقدات خاطئة. عوض ما تعطينا صحة نفسية زيادة تزيدنا الله معافينا مرض على مرض. وذاك علاش مستشفياتنا معبية، والأمراض السكري تزيد وضغط الدم يزيد، لأنه مشنا قاعدين مواظبين على أكلة سليمة، على استهلاك سليم للغذاء. لأنه العادة الاستهلاكية تكثر أكثر في شهر رمضان. يعطيك الصحة أستاذ فيصل، كملت الفكرة ولا لي؟ إن شاء الله إن شاء الله كل معنى للسؤال هذا. قبل كل شيء نتمنى، وهذا يمكن دافع لي باش نقول كل، لأني أتمنى لكل مسلم ومسلمة صيام صحي، صيام مقبول ما عند رب العالمين، صيام يرضي رب العالمين ويرجع بالنافعة على الإنسان. إن شاء الله رمضان مبروك على الجميع، وضروري أنه مرة أخرى نفكر في أنفسنا، نفكر في صغارنا اللي ربي فيهم، ونفكروا في الفقير اللي ما عندوش، وفي وضع إحنا يمكن نسبة الفقر ازدادت فيها، ضروري أنه ننتبه إلى أنه فما ناس عندهم كرامة ما يجيش يطلب وهو محتاج، تحسبهم أغنياء من التعفف. إذن ضروري ننتبه للناس اللي فما ناس تتجرأ في الطريق وتقول لك كلمة الله، فما ناس تتعفف والأكثرية والأغلبية اليوم يتعفوا، وضروري أنه اللي يتعفف بالستر زاد مش بالفضيحة، بالستر نعاونه، بالستر نرجله، بالستر نوصل أنه نتقاسم معه، مش بركة نتعاونه ونتقاسمه. إن شاء الله رمضان هذا يكون بالحق رمضان الرحمة والتكافل. إن شاء الله رمضان مقبول وصيام مقبول للجميع. يعيشك أستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي، كنت معنا من مضي ساعتين. منتدى الحياة غدوة موعد جديد نحكيه على الأطفال خلال شهر رمضان، كيفاش ساعات يتم إهمالهم في التغذية وإلا زادة في الدراسة، يخذوا على الريتم متاع الكبار السهر أكثر من لازم، ويقعدوا حتى نهار كامل ما يأكلوش، على معناتها يتبعوا الريتم متاع أبوهم وأمهم والكبار في العائلة. هذا موضوعنا غدوة، والجمعة هذه كل منتدى الحياة مش يكون سبيسيال لرمضان، مش نعاودوا أكيد نرجع معك أستاذ فيصل
مسلسل للموضوع هذايا نهار الاربعاء باكثر تفاصيل باش نسلطوا الضوء على الموضوع هذايا. نشكر امنه بوخيت في الاخراج، سيف الدين بولعريس وسهيل السلمي في الديجيتال، احلام العاملي وحسين النبتي من قسم الاخبار. كنت معكم سيبار بن حميده، خليكم تابعوا قيت برامج الحياه فيم جوك على 93 من توا حتى للستة متاع العشيه، ما تبدلوش الموجه، خليكم ديما برونشي على 93. منتدى الحياة، منتدى الحياة، منتدى الحياة، منتدى الحياة، هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية